السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم لكل متابعين صفحه دي اكس بي اوف بلان. انا يزن من شركه ديار العقاريه. اليوم راح احكي لكم على مشروع بيلا روز بمنطقه البرشاء الجنوب الساينس بارك. هذا المشروع طبعا مكون من 18 طابق. موقع المشروع المميز على شارع ام سقيم، طبعا اعطاه اهميه كثير كبيره من قربه اهم المراكز التجاريه هو مول الامارات ودبي هيلز مول. اضافه انه المنطقه مخدمه بشكل كامل بفنادق، مدارس، اهم المدارس العالميه، والاضافه انه طبعا مركز تجاري قريب من المشروع جدا، وحديقه الساينس بارك اللي طبعا بالقرب من المشروع مباشره. المشروع طبعا مكون من استوديوهات، غرفه وصاله وغرفتين وصاله، مساحات مختلفه من الاستوديوهات وغرفه وصاله وغرفتين وصاله، ابتداء طبعا من 620 قدم ل 800 قدم للغرفه والصاله و 1141 قدم للغرفتين وصاله. استوديوهات واسعه جدا ابتداء من 420 قدم. خطه السداد رح تكون على شكل التالي: 30% خلال فتره البناء و 70% على 4 سنوات بعد التسليم. المبلغ طبعا رح يكون 5% دفعة أولى و 5% فقط عند التسليم، وشهريا رح يكون 1.3% من قيمة العقار. رح تكون دفعات جدا ميسرة وسهلة جدا. الأوفر رح يكون رسوم تسجيل دائرة الأملاك والأراضي، ديار رح تتكفل برسوم تسجيل دائرة الأملاك والأراضي. البيمنت بلان رح تكون طبعا 30 ب 70، 30 خلال فترة الإنشاء و 70 على 4 سنوات بعد التسليم. طبعا 5% دفعة أولى و 5% عند التسليم بديسمبر 2020، وشهرين رح يكون 1.3% من قيمة العقار عم تدفع خلال فترة الإنشاء و 4 سنوات بعد التسليم. الأوفر رح يكون 4% رسوم تسجيل دائرة الأملاك والأراضي، ديار طبعا رح تتكفل فيها. في عنا فاوتشر 5000 درهم للغرفة والصالة و 8000 درهم للغرفتين والصالة. أي معلومات أو استفسارات أخرى ياريت تزوروا طبعا الرابط الموجود بأسفل الصفحة. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.